جميلة هنا، مشاهد خيالية، حضور كبير في المدرجات والكل ينتظر. من يحسم هذه المواجهة؟ الإجابة ستكون من خلال متابعتنا في تغطيتنا الحصرية. أحبتي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم من ملعب سانتياغو برنابيو. نلتقي حيث الأجواء المميزة مع وعد بقضاء أمسية مميزة أيضا. سعيد بصحبتكم، محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نريدها مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين. فريق ريال مدريد في مواجهة المغرب، نتمنى بأن تكون هذه المواجهة على قدر الحدث وأن ترتقي لمستوى التطلعات والآمال. غياب التغطية هنا على الجناح، انطلاقة واضحة لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. وصلت لرودريجو والآن مع فينيسيوس. فينيسيوس وفيها خطورة، الحارس يتعملق، يتصدى، يتحدى ويتألق. الله على كرة كان ممكن تحرك الشيء. يأتي الهدف سريعا. الآن الاحتفال بافتتاح النتيجة ونحن في انتظار المزيد. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت وبشكل مثالي لعبها براسه في المرمى. حلوة الكرة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. بيرلا ميندي، مساحة موجودة على الأطراف، كرة هدف في هذه اللحظات، الكرة في المرمى. الخطأ ممنوع هنا لأن العقاب سيكون سريعا وقاسيا في هذا التوقيت. نصيري، يوسف النصيري، زياش. الله على التصدي من جانب كيبا. بيرسل له كرة. هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجونه في قادم الأوقات. نشوف الهدف مرة أخرى، البداية من تنفيذ الكرة الركنية وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. ألابا، تدخل رائع. فاول على ريال مدريد. حكيم زياش، تفكير وبحث عن فرصة في هذه اللحظات. تدخل سليم والكرة بتتحول إلى ركنية. كرة بتتصوب. يا الله على هذه الكرة. تعادل قرب قرب إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. الفرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية وفرصة التعادل مستمرة. يأتي التدخل ويستعيد الكرة. رودريجو الآن مع فالفيردي. ملعوبة إلى كارفخال. تصويبة افتقدت للقوة، وجدت طريقة إلى حارس المرمى. حكيم زياش، ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت.
بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. بيلينغهام رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. الآن تأتي المساندة. فرصة هنا هل تستغل؟ يعودون من بعيد بعد التأخر بهدفين. لم ييأسوا، لم يستسلموا. من قال أنهم هزموا؟ الله على الإصرار الكبير. درس كبير في كرة القدم، عودة في النتيجة في الوقت اللي اعتقد فيه الجميع أن المباراة انتهت. الآن سنشاهد كيف ستنتهي هذه المباراة العجيبة. فيرلاميندي والآن مع فينيسيوس والآن مع فالفيردي. تسديدة قوية لكنها ليست خطيرة على المرمى، خرجت بعيدة، افتقدت للدقة. كان بإمكان الفريق استغلالها بشكل مثالي. سفيان مرابط يحصل على المساندة في هذه اللحظات. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. فرصة من الركنية للتقدم في النتيجة. ينجح في المرور في اللقطة الماضية لكن تنقطع الكرة هنا بعد دعم دفاعي ينهي الخطورة. لوكا مودريتش كرة عند بيلينغهام. لوكا مودريتش يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. لم تنتهي المحاولة كما تمنى الفريق وبالتالي الكرة تتحول في هذه اللحظات. رودريغو ملعوبة إلى كارفخال. يحاول أن يشكل خطورة. يوسف النصيري الدعم يأتي في هذه اللحظات. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو حققوها، اكتملت العودة، قلبوا الطاولة. أي جرينتا، من كان يتوقع كل هذا من بعيد؟ لكنهم عادوا من بعيد من بعيد. نتابع الهدف في الإعادة. مجهود فردي ممتاز، مهارة عالية في الإنهاء أمام المرمى والكرة في الشباك. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. ألابا فينيسيوس مساحة كبيرة متاحة أمام فينيسيوس. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. بينية فيها خطورة. خطيرة لكن الراية تعلن عن وجود تسلل. التوقيت هو أهم شيء في مثل هذه اللقطات. فرصة خطيرة ضاعت بسبب توقيت الانطلاقة. حلو التدخل على الكرة. مرور ناجح بالكرة. كان ممكن تتم الاستفادة من الكرة بشكل أفضل بدلا من أن تخرج إلى ضربة مرمى. نصيري توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم.
ينطلق بالكرة الخطيرة. أوهو، الكرة في القائم. الآن يمكن الشعور بالأمان. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. 45 دقيقة أخرى، انطلاقة لشوط المباراة الثاني. ألابا، فين لاميندي؟ مندي يهدي المنافس الكرة، ينطلق على الطرف في غياب التغطية الدفاعية. فرصة لإرسال كرة في الشباك. يا رب، كرة الهاتريك. أي هدف الآن، وأي مهارة، وأي روعة، وأي غزارة تهديفية. كارفخال، ريال مدريد يفقد الكرة هنا. فرصة خطيرة الآن. أوهو، يسجل مرة أخرى، فعلها من جديد. سجل وكأنه يصرح علانية بأن لا أحد يستطيع إيقافه. يستكمل اللقاء مرة أخرى، والآن ريال مدريد في وضعية أفضل لإدراك التعادل. أشرف حكيمي، وصلت لحكيمي. حكمة المباراة تعطي الأفضلية. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. فالفيردي، فينيسيوس جونيور، تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. حكيم الزياش، تقدم ممتاز باتجاه المرمى، وهنا حالة تسلل واضحة بالتأكيد. لوكا مودريتش، لاعب بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. انطلاقة ممتازة على طرف الملعب والمساحة موجودة. في توقيت مثالي يتدخل ويعترض الطريق. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. فرصة الواحد على واحد الآن. افتكاك للكرة الماضية. شوف إيقاف الانطلاق اللي كان ممكن أن يشكل خطورة. كارفخال، كرة عند بيلينغهام. الآن مع فالفيردي، تصل الكرة لتوني كروس بتدخل، يسترد هذه الكرة بهدوء. أشرف حكيمي، مساحة كبيرة هنا على طرف الملعب. حكيم الزياش، فرصة لوضع الكرة في الشباك. تصويب الآن يوقف حارس المرمى. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. مزراوي حكيم الزياش،
اعتراض ناجح لهذه اللقطة. هجمة مع ريال مدريد. فالفيردي، انطلاقة قوية بثقة كبيرة في التقدم للأمام. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. ركنية ملعوبة في 18. أوهو، الرأسية رائعة لكنها مرت أعلى العارضة. وصلت لحكيمي، فرصة متاحة، هدف يأتي. الآن يتسع الفارق إلى هدفين، أفضلية مستحقة بالتأكيد. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة ثم أتت كرة الهدف التي كانت قريبة من المرمى ولا يمكن إهدارها. نستأنف اللعب من جديد في مباراة تشهد الكثير من الأهداف. خوسيرو، كرة تصل لتوني كروس. حلو التدخل واعتراض الكرة. وصلت لحكيمي، إنقاذ رائع للتسديدة. ضربة ركنية تنفذ ولكن بدون أي خطورة. توني كروس، ديفيد ألابا، كرة تصل إلى مندي. فينيسيوس جونيور، الله على البينية. بيشتت الكرة في هذه اللقطة. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. محاولة لوضع الكرة في المرمى. مستحيل هذا الهدف. يسجل ويعزز التقدم ويحسم أمر النتيجة في هذا اللقاء. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد بأن الوقت قد فات على التعويض لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. نلعب الآن في الدقائق 6 الأخيرة من عمر المباراة. تشتيت من ألابا. يوسف النصيري، ولا مع حكيمي. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. الآن مع فالفيردي، عرضية باتجاه فينيسيوس. الآن يمكن الشعور بالأمان، البحث عن كرة مرتدة. عرضية فيها خطورة. كارفخال بيشتتها. فالفيردي، يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية، بطل بهذا التصدي. الله على القفاز، مسافة قريبة لكن
تأتي صافرة النهاية لتعلن عن فوز الضيوف في مباراة اليوم. أداء كبير من الفريق، سيطر على الملعب، نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد، انتصار مريح يجعل الفريق عنده ثقة كبيرة في قادم الأيام.